الجزر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، تحديدا في شمال القطاع وفي منطقة جباليا وكذلك في جنوب لبنان. انطلقت هنا في مدينة اسطنبول تظاهرة جديدة. هذه التظاهرة يقول منظموها من منظمات مدنية تركية وجاليات عربية إنها تأتي استجابة لنداءات الغزاويين في جمعة الغضب من أجل غزة. التظاهرة تأتي تحت شعار حصار السفارات في محاولة للضغط على المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها. وهذه المرة ووسط إجراءات أمنية مكثفة انطلقت التظاهرة من جانب القنصلية الأمريكية في مدينة اسطنبول في رسالة واضحة مفادها التنديد بالدور الأمريكي الداعم لتل أبيب والمتعامي عن المجازر التي تطال الأطفال والأبرياء سواء في لبنان أو في قطاع غزة. المتظاهرون حملوا العلم الفلسطيني ونددوا باستمرار العدوان الإسرائيلي والعمل على تهجير أهالي غزة، وطالبوا حكومتهم والعالم بتحرك جاد يوقف إسرائيل عند حدها، واصفينها بالمجرمة هي ومن يدعمها من الحلف الغربي. وبينما وجهوا بصيحاتهم نداءات سلام من اسطنبول إلى لبنان وغزة تعبر عن التضامن الشعبي مع القطاع، أكدوا أن استشهاد قادة من المقاومة لن يحقق النصر لإسرائيل وأنه لابد من المقاومة لدحرها، كما صدحوا بشعارات عدة وصفت الولايات المتحدة بالمجرمة بسبب دعمها لتل أبيب وطالبتها بتطبيق حقوق الإنسان. وأكد المتظاهرون على استمرارهم في التظاهر وفي الخروج لفتح المجتمع الدولي والتخاذل الدولي تجاه القضية الإنسانية في قطاع غزة وتجاه حقوق الإنسان المدعاة. لقناة الغد علي تباب، اسطنبول.